معابر الموت أو المنافذ غير الشرعية لعبور المشاة على شريط السكة الحديد في محافظة سوهاج. تكرار الحوادث على شريط السكة الحديد بسبب إصرار المواطنين على تخطي الحواجز والمرور أسفل المزلقانات أو من خلال فتحات غير شرعية جعلت الموت أقرب إليهم من أي مكان آخر. ويوجد في محافظة سوهاج أكثر من 40 منفذاً غير شرعي للعبور على شريط السكة الحديد. وبالرغم من قيام الأجهزة التنفيذية بشن عدة حملات وغلق العديد من هذه المنافذ، إلا أن الأهالي يصرون على كسرها وتخطي الحواجز وعدم الانتظار. إهمال الأهالي وإصرارهم على العبور على قضبان السكة الحديد جعلهم عرضة للموت في أي لحظة أسفل عجلات القطارات. وبحسب المحاضر الرسمية فإن حالة وفاة كل يومين تشهدها المحافظة على شريط السكة الحديد بسبب إهمال المواطنين وعبورهم من أماكن غير مخصصة لعبور المشاة.